دكتور سامي لو اتكلمت على دكتور سامي الاستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز العزيز استاذ العلاقات العامه والاعلان وعميد كليتنا كليه الاعلام جامعه القاهره سابقا استاذ بدرجه وزير قريب الى القلب لكل من كان في محاضراته دكتور سامي استاذ التسويق لما تدخلي المحاضره بتاعته بتلاقيها غير اعتياديه تبقى خارج الصندوق زي ما بيقول دايما بيقول لنا يعني خرجوا خرجوا افكاركم ادانا ابعاد مختلفه عن التسويق في التسويق عن اللي معروف بيدينا من خبراته المهنيه اللي خارج الاطار الاكاديمي فهو استاذ غالي على قلوب الكثير من تلاميذه ربنا يديك الصحه احنا تلاميذك وما زلنا بنتعلم منك وهنفضل نتعلم من مواقفك الاكاديميه من مواقفك الانسانيه فهتفضل في القلب دايما